أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أدعو لجدي بالرحمة والمغفرة وأن أعتمر عنه مع العلم أنه كان لا يصلي في حياته؟ لا، لا تعتمر عنه ولا تدعو له، ما دام تعلم أنه لا يصلي فلا تدعو له ولا تعتمر عنه ولا تحج عنه. نعم، لأنه لا دين بدون صلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.